وينضم إلينا مباشرة من بغداد رئيس مركز أكد للشؤون الاستراتيجية والدراسات المستقبلية الدكتور حسين علاوي. دكتور حسين، أهلا بك إلى نشرتنا لهذا اليوم. يعني دعنا نقف عند نتائج الاستطلاع الذي قمتم به بخصوص يعني الرأي العام العراقي ببعض التفصيلات ذات الصلة بالعملية الانتخابية. ما هي أبرز نتائج هذا الاستطلاع؟ يعني اولا شكرا لقناه الحره عراق حقيقه على احتضانها لنتائج الاستطلاع واخراجها للجمهور العراقي والجمهور العربي والدولي. حقيقه اهم نتائج الاستطلاع حقيقه ان نسبه المشاركه الفعليه التي حددها الاستطلاع هي ستكون بين 58% في اعلى النسب، وفي ادنى النسب قد يكون هنالك 48%، وهذا نتيجه للدعايه الانتخابيه التي هي اصبحت حقيقه غير جيده لحد الان. الرساله التي تخاطب الميل للناخب ضعيفه جدا، ولم تكن في كخبراء ومختصين نتابع هذه الرساله التي صدرت من العديد من القوائم الا قوائم ثلاثه او اربعه كانت لها دعايه جيده في التلفاز وحوارات مع الجمهور، لكن بالمقابل هنالك قوائم انتخابية قد تكون في بعضها إن صح التعبير نائمة، وقد تكون خطابها بعيد عن أرض الواقع، وهنالك للأسف ما زالوا يعني يمتلكون كلمات مفتاحية يريدون أن يخاطبوا بها الجمهور، وهي كلمات لن تحرك الجمهور المتردد الذي هو نسبه ما بين 28 إلى 38%، وهذا الجمهور في كل دول العالم التي تجري بها انتخابات ديمقراطية تعمل القوائم الانتخابية على الذهاب إلى هذا الجمهور والكلام معه وتحريكه باتجاه الانتخابات، لأن هنالك تسجيل للعزوف على الانتخابات ما بين 13 وفي أعلى نسبه قد يصل إلى 23%، لكن بالمقابل نلاحظ أن هنالك تقدم في الميل الانتخابي وفي الثقافة الانتخابية للناخب العراقي، على اعتبار أن الاستبيان قد سجل أن المرشح الذي سيصوت إلى القائمة. دكتور يعني اسف للمقاطعه، بخصوص يعني نوع التصويت، هناك ايضا ارقام طرحتموها حول نتائج نوع التصويت، الى ماذا تشير هذه النسب المئويه بهذا الخصوص تحديدا؟ يعني اكيد هنالك وعي الان للناخب العراقي وللمواطن العراقي المؤهل للتصويت في يوم الانتخاب، هنالك نسبه 48.28%، وهذا دلاله على الوعي الانتخابي، وهذا حتى يدل على ان القوائم الوطنيه قد حصلت على نسبه 58.14% في التصويت، بينما تراجعت القوائم الاسلاميه الى اقل من 20%، وكذلك حتى الحديث عن قوائم علمانية لم تتجاوز 22%، وبالتالي هنالك تطور في وعي الناخب العراقي، وهذا طبعا نتيجة للنصر العسكري الذي تحقق والمناخ الوطني الذي خلق ما بعد النصر، وهو امتزاج الدم الشيعي مع السني مع الكردي في الحرب على الإرهاب والانتصار عليهم، وبالتالي مرحلة التغيير الآن من خلال صندوق الانتخابات، وهذا ما يفسر صعود القوائم الانتخابية. أهم الشعارات حقيقة الانتخابية كانت هي بناء الدولة حقيقة، يعني حققت نسب متقدمة وجاء الاقتصاد طبعا بالمرتبة الثانية، أما الحديث عن الخطابات السياسية لم تلقى إلا 2.2%، وهذا رقم منخفض وقليل جدا، وبالتالي الناس تريد عمل أكثر من قول وأقوال. نعم دكتور حسين، ماذا تقصدون بقضية التصويت للقوائم الوطنية؟ يعني هناك قوائم غير وطنية وقوائم وطنية كما يرى المركز أو المواطن، كيف يعني؟ نعم، في الانتخابات هي دوما هي تعبير عن الهويات الأساسية للمجتمع، لكن في المجتمعات المتقدمة في ممارسة الديمقراطية تكون هنالك هوية وطنية، وبالتالي تنبري قوائم وطنية للقول أنها تغطي أغلب المحافظات، وهنالك قوائم أخرى تمثل الهويات الفرعية سواء الدينية أو القومية أو الطائفية أو العرقية، وبالتالي هي لا بأس بها أن تمثل هذا الجمهور، لكن نحن نميز بين القوائم الوطنية عن القوائم الأخرى
التي تميز الهوية القومية والفرعية، يعني الهويات الفرعية عن الهويات الوطنية، وبالتالي لا يوجد هنالك سوى أنه طيب. أقل من 3 إلى 4 قوائم لا نستطيع البوح بأسمائهم حقيقة، كون هنالك الآن هو منافسة انتخابية والمركز مستقل ولا نريد أن ندخل في هذا الصراع، لكن بالمقابل القوائم الوطنية الآن نتطلع أن يكون رسالتها الانتخابية للجمهور المتردد سريعة جدا لتشجيعه على المشاركة في الانتخابات وعدم رضوخه وانسيابه مع نسبة الذين قد لا يصوتون أو يشاركون في الانتخابات. نعم دكتور حسين، ماذا تقول بخصوص البرنامج المتوقع بالفوز؟ يعني رغم أن التقارير المراقبين يعني يشيرون دائما إلى أن هذه الكتل ليست لديها برامج واضحة، ليست لديها يعني مشاريع عمل رؤية لإدارة الدولة، يعني أنتم قسميها برامج تنموية وبرامج اقتصادية وسياسية، هل هناك فعلا برامج من هذا النوع لدى هذه القوائم؟ يعني أكيد، يعني لو نلاحظ الآن أغلب جمهور أو أغلب قوى العفو المرشحة للانتخابات في التحالف الوطني والتي تزعم قوائم انتخابية طرحت برامج انتخابية فعالة وجيدة، وبالتالي هذه البرامج كانت تحتوي في جوارها برامج اقتصادية وبرامج وطنية وبرامج يعني وطنية طبعا شاملة تشمل كل هذه أو برامج قطاعية قد يكون، وبالتالي نلاحظ أنه استطلاع الرأي سجل أنه البرامج الوطنية قد حصلت على 38.89 وكذلك البرامج التنموية حصلت على 14%، بينما البرامج الاقتصادية حصلت 33.33%، وهذا ما يفسر ردود فعل الشارع على البطالة وردود فعل الشارع على عدم وجود وظائف في الموازنة الاتحادية، وبالتالي الكل الآن يريد أن يتحسن الاقتصاد العراقي ويتحول، لا يريدون خطابات سياسية، لا يريدون صراعات سياسية، لا يريدون تنافس سياسي، وإنما يريدون استقرار، وهذا الاستقرار لن ينشئ إلا من خلال اقتصاد قوي وبرنامج وطني واضح لمن سيقود الحكومة العراقية. نعم، ما مدى مصداقية هذا الاستطلاع دكتور حسين؟ يعني حجم العينة التي يعني تم التواصل معها، كيف تتحدث ولو باختصار حول هذه النقطة قبل أن أودعك؟ يا أكيد العينة يعني بلغت 2000 مشارك، كانت صعب جدا أن نستخدم، استخدمنا الفيسبوك واستخدمنا الواتساب وكذلك استخدمنا الهارد كوبي أي الورق في مشاركة البعض، وكذلك استخدمنا العديد من المشاركين وأصدقاء المركز لكي يشاركوا في هذا الاستطلاع. هذا الاستطلاع كان صعب جدا أن نصل إلى هذا الرقم في مدة شهر واحد، لأنه الأسئلة كانت مركزة وهنالك أسئلة نحاول بها اختبار من يشارك في هذا الاستبيان، وبالتالي وصلنا إلى هذه النتائج التي نتوقع أنها قد تعطي صورة جيدة عن واقع النتائج المتوقعة، لكن هي ليست الصورة كلها، لأن الصورة كلها من سيعطيها هو الجمهور الحقيقي الذي سيشارك يوم الانتخاب. إذن من بغداد رئيس مركز أكد للشؤون الاستراتيجية والدراسات المستقبلية الدكتور حسين علاوي، شكرا جزيلا لك.